أهلا بكم. أقدم شخص كان يشتغل قيد حياته مياوما على وضع حتى لحياته شنقة ليلة أمس الاثنين 10 أغسطس 2021 في دوار الزناقي التابع للجامعة الترابية أورير شمال مدينة أكادير لدوافع غامضة. ووفقا لما أوردته مصادر صحفية فقد عثر على جثة الهالك معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقه وسط منزل أسرته من طرف زوجته التي عملت على إخبار السلطة المحلية بالحادث. يذكر أن الهالك كان يعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة في الآونة الأخيرة، وقد تم نقل جثة الهالك وهو أب لطفلة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير قصد إخضاعها للتشريح الطبي، فيما فتحت عناصر الدرك الملكي لتغزوت بحثا حول ملابسات الواقعة. يذكر بأن هذه هي الحالة الثالثة خلال الأسبوع الثالث لحالات الانتحار بمنطقة أكادير، وأغلبها تعزى إلى أسباب اجتماعية واقتصادية صرفة بسبب الفقر الشديد. المشاهد تي في، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.